عادة عند الحديث عن الاحتكار يتبادر إلى الذهن الاحتكار في عالم الاقتصاد وحركة المال يعني شخص على سبيل المثال أو جهة ما تقوم باحتكار سلعة ما الناس يكونون بحاجة إليها سواء في مجال الغذاء أو الدواء أو غير ذلك كل غرض من هذا هو أن تشح هذه السلعة أو تختفي من الاسواق ثم يقوم هذا الشخص او هذه الجهه بالتلاعب بالاسعار لمصلحته الشخصيه بما يحقق له المنفعه على المستوى الشخصي او على مستوى هذه الجهه واضح بان مثل هذا التصرف لا ينبع من انسان يفكر بالاخرين يعيش حاله الايثار وانما عند انسان يعيش حاله من طغيان الانا من طغيان النزعة الفردانية عنده بحيث أن هذه النزعة الفردانية تدفعه إلى مثل هذا السلوك اللا أخلاقي اللا إنساني اللا ديني سمه ما شئت وبالتالي هذا هذا التصرف الاحتكار في عالم المال منبعه طغيان حالة الأنا والنزعة الفردانية لكن القرآن الكريم يرشدنا الى وجود اقسام اخرى ايضا من الاحتكار خارج دائره عالم المال والاقتصاد هناك الاحتكار الديني هناك الاحتكار الخاص بالجنه البعض يقول جنه لنا فقط هذا احتكار احتكار اخروي وهناك الاحتكار العاطفي وهو ما اريد ان اتوقف عنده قليلا في هذه الخطبه في قصه النبي يوسف عليه السلام نجد مثالا واضحا على الاحتكار العاطفي الذي قد يسميه البعض ايضا بالاحتكار الاخلاقي لاحظوا هذه الايه الشريفه التي تتحدث عن رغبه الاخوه الكبار ليوسف في ان يكون حب ابيهم لهم فقط دون يوسف واخيه. يبدو ان السبب القران ما صرح بذلك لكن يبدو سبب اختلاف الامهات يعني ان ام العشره الاول من ابنائه تختلف عن ام يوسف ولربما عن ام اخيه الاصغر. وبالتالي هم ارادوا احتكار حب ابيهم احتكار عاطفي اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين، كانهم يقولون نريد ان نحتكر حب ابينا، لماذا؟ نحن عصبه، يعني ابونا بحاجه الينا نحن، يوسف صغير واخوه الاصغر منه ايضا صغير. من الذي يقوم بشؤون ابينا؟ من الذي يعتمد عليه ابونا نحن العصبة العشرة المجموعة العشرة من الزوجة الأولى نحن الذين يتكئ عليهم أبونا وبالتالي من المفترض بما أننا هكذا وعلى قلب واحد المفترض أن أبانا يشكرنا على هذا كيف أن نحتكر حبه لنا أن يكون حبه لنا نحن محتكرا وليس ان يكون يوسف واخوه احب اليه منا وبالتالي نحن الاولى بهذا الحب اذن هؤلاء الاخوه العشره قدموا تصورهم عن الوضع القائم وشخصوا موطن الخلل ثم بعد ذلك وهو الخطير جدا قدموا الحل بتصورهم ما هو الحل الذي قدموه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا لماذا يخل لكم وجه ابيكم؟ تريدون احتكار الحب؟ الخلاص من ماذا؟ من يوسف بالقتل او طرح ارضا، طرح ارضا بمعنى التخلص منه وان بقي على قيد الحياه يكون في ديره ثانيه كذا نتخلص منه. يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يعني إحنا ندري أن هذا جريمة أمر عظيم نرتكبه خطر أمر لا يرضى به الله لكن إن شاء الله بعدها شو نسوي نتوب إلى الله ونصير خوش أوادم بس خلي يتحقق لنا هذا لاحظ هذا الاحتكار العاطفي كيف دفع هؤلاء القوم الى التفكير الى مستوى القتل تخلص والقتل من اكبر الذنوب التي يمكن ان يرتكبها الانسان طيب مثل هذا الوضع قد يحدث في العلاقات الزوجيه احتكار الحب الزوجه على سبيل المثال تغار على زوجها وتريد ان تحتكر حب زوجها وبالتالي لربما هذا النمط من التفكير ومن الاحساس ومن الغيره الشديده ومن تغول الانا والنزعه الفردانيه لربما تدفعها الى ان تتخذ مجموعه من الاجراءات او تختلق مجموعه من المشاكل او تضخم امورا بسيطه وتحولها الى عقد في الحياه الزوجيه من اجل ان تدفع الزوج لكي تحتكر حبه لها فقط. طيب صور هذا الامر مختلفه متعدده، واحده منها عندما توجه سهام هذا الاحتكار الى ام الزوج تجد هناك علاقة طيبة قوية احترام في بر للوالدة الى اخره محبة كلمات زيارات تواجد يحط راسه على صدر امه كما اعتاد قبل الزواج الى اخره تشتعل الغيرة في قلب الزوجة الى المستوى الذي تبدا تخطط فيه عن دراية او عن غفلة احيانا الانسان ما يشوف امامه نتيجة الغيرة ما يشوف بعد ما يقوم يشوف ولا يشخص فتبدأ بعملية من مجموعة سلسلة سلسلة من الإجراءات والشكاوى والحن واختلاق المشاكل و و و وتضخيم بعض الأمور البسيطة الأم قالت كلمة أخذت موقف ما تقصد كذا بالنتيجة تتضخم تتضخم وتجعل الزوج أمام خيارين إما أن يكون قلبك لي واما ان يكون لوالدتك وهي تراهن عاده خاصه في بدايه الحياه الزوجيه ان هذا الزوج للتو قد دخل في تجربه جديده فريده ممتعه بالنسبه اليه فتراهن على هذا الشعور عند الزوج والاقبال عليها بان يختار حبها ويهجر حب والدته وبالتالي تحتكر مثل هذا الحب وتحتكر قلب زوجها لها الان الزوج اذا لم ينجح في معالجه الامر بعد تشخيصه وانحاز فعلا الى زوجته حين ذاك النتيجه ان مثل هذا التصرف لن يوقف هذه الزوجه عند حد الوالده تبدأ تحاول أن تحتكر علاقتها بالزوج وقلبه حتى على مستوى علاقاته الخارجية مع أصدقائه مع أجوائه مع علاقاته الاجتماعية وغير ذلك فتحاول أن تعزله تحاول أن تحيطه بأجواء تنتزعه من تلك الأجواء لكي تضمن انها تحتكر هذا الزوج لها وحدها. الان هل سيتقبل الزوج؟ احتمالات كثيره. من الممكن تدريجيا يبدا يصطدم معها، من الممكن تدريجيا تنخلق مشاكل جديده ولربما تنجح فعلا وتسقط شخصيته في البيت، وبالتالي ينتهي هذا الزوج كزوج له القوامه واداره مسؤوليه البيت الى اخره. ولربما يختار الزوج والدته على زوجته عندما يقع في مثل هذا الوضع وبالتالي تنتهي الامور الى انها تكون قد حكمت على حياتها الزوجيه بالاعدام. في المقابل الزوج ايضا قد يعيش مثل هذه الحاله من النزعه الفردانيه وتغول الانا بالصورة التي يستغل فيها أن له القوامة بنية القوية مثلا الجسدية شخصيته إلى آخره مجموعة من العوامل فيفرض نتيجة الغيرة الشديدة على الزوجة يفرض مجموعة من القوانين وطريقة من التعامل يدمر فيها شخصية زوجته ونفسيتها ويحطمها تحطيما رغبة في احتكار قلبها وان يكون حبها له فقط هذا ايضا منحى اخر الى اين ستصل الامور هل تنهار العلاقه الزوجيه هل الامور تسير الى منحى اخر هذا كله قابل ان يحصل المشكله ان في الحياه الزوجيه عاده الشباب ولينتبهوا من الجنسين الزواج ليس سنه أو سنتين الزواج حاله مديده عشرات السنين فمن يتعامل مع مشروع يمتد لعشرات السنين يختلف مع من يتعامل مع مشروع لشهر او شهرين او سنه او سنتين فاذا يحتاج الى ان يعرف ان الامور تتبدل المشاعر طبيعه النظره العلاقات الى اخره فالمراهنه على مثل ذلك امر خاطئ وفعلا المثل عندما يقول ومن الحب ما قتل فعلا القضية هكذا الآن القتل ليس بالضرورة أن يكون جسدي كما حاول إخوة يوسف أن يفعلوا ممكن يكون قتل للمعنويات ممكن قتل لعلاقة زوجية ممكن قتل لعلاقة صداقة وهكذا وقد تدفع نوازع الاحتكار عموما سواء احتكار عاطفي أو غيره بحيث أن الإنسان يعمل على تدمير منافع منابع الخير في المجتمع وحرمان الجميع منه حتى لو حرم هو من هذا منبع الخير هذا على طريقه علي وعلى اعدائي على سبيل المثال في الكويت عندنا في السنوات الاخيره هناك حديث مستمر عن التنافس المحموم على المناقصات الكبرى التي تطرحها الحكومه في خصوص المشاريع التنمويه هناك تنافس بين افراد وجهات الكل يريد ان يحتكر هذه المنفعه الملياريه لجيبه ولمصالحه الخاص المشكله ان المساله لا تتوقف عند حد تضخم ارقام المناقصات اما ابتداء هي متضخمه وغير طبيعيه واما تدريجيا اثناء التنفيذ تبدا تتضخم ارقام هذه المناقصات وتحويلها الى واقع تنموي اذا ما قارنا تكاليف هذه المناقصات بمثيلاتها في دول مجاوره او على المستوى العالمي سنجد بانها فعلا ارقام قد تكون فلكيه او خياليه احيانا لتنفيذ مشروع مشابه بل أحيانا يكون المشروع المنفذ عندنا أقل مستوى بكثير من ذلك المشروع المشابه إقليميا أو دوليا المسألة لا تتوقف عند هذا الحد بل تتعدى إلى أن يسعى أو تسعى الأطراف التي لم ترس عليها المناقصة إلى وضع كل العراقيل إلى وضع كل المعوقات التي تسعى من خلالها الى منع تحقق هذا المشروع التنموي او افشاله. بالطبع الكل متضرر حتى هذه الجهات التي تضع مثل هذه العراقيل، حتى هؤلاء الاشخاص هم متضررون في النهايه، ابسط مثال هذه الشوارع اللي امامكم الان. اشهر الناس يتطلعون الى اصلاح هذه الشوارع. ونسمع عن مناقصات ومناقصات اين التنفيذ هناك من يتدخل لعرقله الامور مطار الكويت الدولي ايضا مشروع رائد الكل يتطلع اليه ولكن تجد عراقيل وتوقف الى اخره مثل هذه المشاريع التنمويه الكل متضرر من عرقلتها وتوقفها حتى اولئك الذين يضعون هذه العراقيل ولكن منطقهم علي وعلى اعدائي، اذا ما تكون الامور لي المنفعه لي فانا لن اسمح لمثل هذا الامر ان يتحقق ولو كان هذا الامر ضرره على المواطن وعلى الوطن، لماذا؟ هناك نزعه فردانيه تتغول احيانا عند البعض بحيث لا يرون الا انفسهم في هذا الوطن. وخلاصه القول ان الاحتكار من منظور قراني. لا يتوقف عند حد الاحتكار في عالم الاقتصاد بل يتجاوز ذلك الى اقسام اخرى من الاحتكار ومنه الاحتكار العاطفي او الاخلاقي كما يسميه البعض الذي يسعى الانسان من خلاله الى التفرد بحب انسان ما كحب الاب لابنه وكحب الزوجه لزوجها والزوج لزوجته والى مديات قد تصل الى حد الحكم بالاعدام على انسان كما في قصه يوسف عليه السلام واخوته او الحكم بالاعدام على الحياه الزوجيه نتيجه تغول نزعه الاحتكار هذه حتى لو ادى الاحتكار الى تدمير منبع من منابع الخير وهو ما نشهده اليوم في الكويت من تاخر بعض المشاريع التنمويه والناشئ في جانب منه عن تغول نزعه الاحتكار لدى بعض الطامعين بالتفرد بمناقصاتها الكبرى مهما تضرر الوطن والمواطنون من وراء ذلك. واما على جبهه المقاومه الفلسطينيه فان العدوان الصهيوني ما زال يترجم عجزه بالاستمرار في قتل الاطفال والنساء والمدنيين العزل. وهدم ما تبقى من معالم المدينه في من من المعالم المدنيه في غزه المنكوبه بينما تستمر المقاومه في تسطير اروع البطولات القتاليه التي تدمر وتعطل اعتى الاسلحه وتفتك بالاعداء الذين ياتيهم الموت من كل مكان ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب والى المستوى الذي بات فيه العدو يستجدي هدنه يلتقط فيها انفاسه من وقع الضربات المتتاليه بينما يعجز المجتمع الدولي أمام غطرسة الاستكبار عن إصدار قرار لإيقاف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة